السلام عليكم شباب. بهذا السؤال راح أشرح طريقة جمع المتجهات غير المتعامدة. هذني متجهين، شلون أعوض عنهن بمتجه واحد اللي يسموه متجه المحصلة؟ فأول خطوة أجي خلي أقول أذني المتجهين أفصلهن، هذا مثلا F1 أسميه وهذا F2، وصلتهم. F1 ايش قد زاويته؟ زاويته صفر مع المحور. F2 لا تمد هيجي زاويته 42 درجة. تمام. طبعا هنا عندنا قاعدة قبلها، كل متجه قوة إلى رأس وإلى ذيل، أو حسب نظرية الدكتور الأستاذ طبعا حقيقة فخر العراق نزار الفارس، يقول كل متجه إلى رأس وإلى مؤخرة. ف هنا النظريه شو تقول؟ خلي اقول ذني السهمين عندي اللي هن F1 و F2، هذا F2 هذا F1. F1 ايش قد زاويته؟ صفر مع الاكس. النظريه تقول اذا شلت ال F2 وخليت مؤخرته على راس متجه ال F1، تمام، خليته، إذا أمد منا لهنا خط هو هذا المتجه المحصل اللي هو القوة المعوضة، يعني أمد منا لهنا خط هيجي هو المتجه المحصل، تمام. خلي أرسمها شلون تصير. هسا عندي الـ F1، هذا الـ F1، هذا آخر السؤال بعد ما يحتاج أخلي هذا عندي الـ F1، وال F2 وين اخليه؟ هنا على رأس ال F1، هذا ال F2. طيب اذا امد بينها خط من رأس هذا المؤخرة هذا السهم، امد خط هيجي، خلي اخلي غير لون احمر، هذا هو عندي المتجه المحصل. مثل ما عرفنا ال F1 قلنا F1 زاويته صفر، ال F2 زاويته تبقى ثابتة، يعني حتى لو أشيل هنا أودي هنا أودي هنا زاويته ثابتة اللي هي شقد مع الأفق، زاويته 42 درجة. طيب أنا عندي ال F1 5، F2 7، هنا ضروري تعرف تحل قوانين حساب المثلثات وقوانين حساب الزوايا. اذا ما تعرفهن عندي فيديوين تقدر تشوفهن هنا، هسه تطلع لك اشاره تروح تشوف ذني الفيديوهات مال حساب الزوايا حساب المثلثات وترجع هنا، واذا تعرفهن كمل الفيديو. طيب هسه ايش عندي؟ اني عندي ضلعين وعندي ماكو شيء بعد، اريد احسب هذا الار، خلي اسميه ار، هذا اريد احسبه. هذا المثلث عندي بضلعين، بعد احتاج زاويه، منين اقدر اجيب زاويه؟ نلاحظ هاي الزاويه، هاي الزاويه خلي اسميها ثيتا، ايش قد تساوي؟ هي واقع على خط مستقيم، فهاي الزاويه مكمله لهاي الزاويه، فالثيتا ايش راح تطلع لي؟ اذا اكتب هاي الثيتا تساوي 180، اطرح من عندها 42 درجة، ايش قد تبقى الثيتا؟ 138 درجة. اذا هاي 138 درجة. طيب تساوي، صار عندي ضلعين، هذا خمسة وهذا سبعة، عرفهم، وزاوية. هنا يا قانون يشتغل، عندي قانون السين وقانون الكوسين. هنا يا قانون يشتغل قانون الكوسين، ابو الضلعين وزاوية، فاحط ايدي على الزاوية، شو ارفع الرقم ادخل هذا، احط اصبعي على الزاوية، ايش اقول؟ انا اريد الار المقابل الها، فار تربيع القانون مال الكوسين شو يقول؟ يساوي الضلعين اللي ماسهن اصبعي الاف 1 والاف 2، اف 1 تربيع
زائد F2 تربيع ناقص 2 F1 F2 كوساين الزاوية اللي حاط عليها 70 كوساين ثيتا. طيب هسه اجي اعوض الارقام. المطلوب عندي ار تربيع الباقيات معلومات وتساوي ار تربيع تساوي 5 تربيع زائد 7 تربيع ناقص 2 في 5 في 7 في كوساين 138 درجة. طيب هذا تحطه بالحاسبة تطلع لك ال R، تجذره طبعا الطرفين تطلع لك ال R 11.23 طلعت لي ال R. طيب انتهى الحل؟ لا ما انتهى. ليش؟ لأن أنا أعرف ال R لها قيمة ولها زاوية، زاويتها وين تقع؟ زاوية ال R اللي هي هاي اللي هنا، خلي اسميها الفا. شلون احسب الفا؟ هنا أنا عندي يشتغل قانون الساين. قانون الساين اللي يقول كل ضلع على ساين الزاوية المقابلة له يساوي الضلع الاخر على ساين الزاوية المقابلة له. يعني هنا أنا ايش عندي؟ اريد انا هاي الزاوية، فاقول هذا الضلع على ساين الزاوية مالته اللي هو 7، طبق الحل هنا، فنقول 7 على ساين الفا تساوي ايش عندي بعد؟ عندي هذا الار اعرفه طلعته، وهاي الزاوية مالته، فاقول الار على ساين الزاوية مالته، الار جت قيمته 11.23 على ساين الزاوية مالته درجة. طيب من هذا الكلام تطلع لك ساين الألفا، ساين الألفا تساوي رقم، تأخذ الساين إنفرس للألفا، المهم تطلع الألفا تساوي 24.65 درجة.